حياكم الله احبتي متابعي شاشه عراق ميديا برس، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج كلام واضح. اليوم حلقتنا تخص الاستثمار في العاصمه بغداد في ظل التضخم السكاني التي تشهدها العاصمه بغداد وعدم ايجاد حلول من قبل الحكومه المركزيه لبناء مجمعات سكنيه وتوزيع قطع اراضي. اتجهت هيئه استثمار بغداد لفتح ابوابها للشركات المستثمره ببناء مجمعات سكنيه في العاصمه بغداد. ضيف حلقتنا لهذا اليوم استشاري مشروع يمامة الخير السكني المهندس عباس كاظم عبد. اهلا بك استاذ عباس. اهلا وسهلا استاذ عباس. دعنا لنعرف للسادة المشاهدين كيفية عمل اليمامة الخير وماذا يتضمن من الوحدات السكنية وماذا أنجزتم وماذا بقي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع مجمع يمامة الخير السكني واحد من المشاريع المهمة والاستراتيجية في مدينة بغداد، الذي ينشئ على القطعة المرقمة 1/5266 مقاطعة 20 الداودي العائدة إلى أمانة العاصمة، وبموجب الإجازة الاستثمارية المرقمة 192/2013 من قبل هيئة استثمار بغداد، وبموجب قانون الاستثمار المرقم 6 لسنة 2000 المرقم 13 عفوا لسنة 2006 المعدل. أهم ما يميز المشروع اللي أقيم على هذا هو مساحته بلغت حوالي 40 دونم، أي ما يقارب 100,000 متر مربع. أهداف المشروع لهذا الموقع هو توفير السكن اللائق والمناسب للمواطن العراقي. إحاطة المشروع بمجمعات مكتظة سكنية أعطى المشروع أهمية وجهد مضاعف لإنجاز المشروع. توفير النقطة الأخرى هو توفير فرص عمل للمواطنين بمختلف الاختصاصات، خاصة الاختصاصات الهندسية والفنية، إضافة إلى فرص العمل. طيب قبل لا نتوسع أستاذ عباس في ما يضمن المشروع اليمامة الخير، عائدية الأرض لمن كانت؟ إلى أمانة العاصمة، أمانة بغداد. فالمشروع أيضا بإشراف أمانة عاصمة ومتابعين جيدين للموقع باستمرار، وإضافة إلى توجيهاتهم بهذا المجال. بالنسبة لهيئة استثمار بغداد ومن خلال قانون الاستثمار، يعني قاموا بجهد، أقدر أقول المستثمر نجح باعتماده على هيئة استثمار بغداد. من اللي قام بالجهد؟ هيئة استثمار بغداد من خلال رئيسها ومن خلال الكادر الفني العامل في الهيئة، ومتابعين إلى المشروع باستمرار، يعني زيارات أسبوعية وشهرية للموقع، ومن خلال الجهات الأخرى اللي كانت أيضا تجينا للموقع والاستفادة من كل الملاحظات اللي كانوا يوجهوها. طيب حقيقة أيضا أكو عقبات كانت هيئة استثمار بغداد لها دور. قبل لا ندخل إلى دور هيئة استثمار بغداد، لنتعرف عن ما يتضمن مجمع اليمامة الخير. مكونات الموقع. الموقع يتكون من 28 بناية عمارة سكنية قسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى تتكون من 7 عمارات سكنية ب10 طوابق. المرحلة الثانية 13 بناية ب7 طوابق، والمرحلة الأخيرة الثالثة تتكون من 8 بنايات ب7 طوابق أيضا. يعني الطابق الواحد يتكون من 4 شقق، شقتين كبيرة وشقتين صغيرة. كبيرة نعني بها هو مساحتها 165 متر مربع، 3 غرف نوم، صالة، مطبخ، والحمامات والملحقات الأخرى، اللوندري إلى آخره من هذه الأمور. الشقة الصغيرة 2 غرفة نوم إضافة إلى الملحقات الأخرى. بدأ المشروع طبعا المرحلة الأولى اللي هي تقريبا في أي سنة باشرتم بالعمل؟ إحنا باشرنا في بداية سنة 2015، أو نقدر نقول بالضبط التاريخ 23/10/2014.
طبعا المشروع يتكون من منشآت سكنية ومنشآت خدمية. جيد. المنشآت السكنية هو اللي حكيت عليها 28 بناية قسمت إلى 3 مراحل. المنشآت الخدمية تتكون من محلات تجارية، مول، مدرسة، مسجد، إضافة إلى المكونات الأخرى، غرف المحولات الكهربائية والخزانات الغاز والماء الصافي والخابط والحريق إلى آخره. نعم. الموقع أيضا يعني بالشوارع والأرصفة والبنى التحتية اللي هي المجاري والماء. طيب هل هناك يعني مرافق سياحية ترفيهية للساكنين؟ يعني 60% من مساحة الموقع هي مروج ومناطق خضراء تشمل على ملاعب رياضية، ملاعب أطفال، حدائق إلى آخره من هذه الأمور. نعم. أستاذ عباس، خلنا نعرف سياسة الجودة والمواد اللي داخلها في إنشاء هذا المجمع. نعم. رصانتها يعني خلينا نقول يعني بكل تحديد الخلطة اللي تستخدم، المواد شلون طريقة إدخالها لكم؟ طبعا هو الأهمية الموضوع كانت تركز على نوعية المواد. حقيقة المواد أكثرها مستوردة من خارج العراق، يعني من تركيا إضافة إلى داخل العراق كردستان. هذه كانت تجينا عن طريق مرورها بالمواقع الجمركية اللي على الحدود، المنافذ الحدودية. هذه المواد ذات جودة عالية في البناء، اللي أيضا إحنا هنا كمشرفين وكاستشاريين لدينا مختبر لفحص هذه المواد. مختبر موقعي. مختبر موقعي إضافة إلى إرسالنا المواد إلى خارج الموقع. أكو مختبرات مركزية معتمدة. مختبرات وزارة التعليم العالي. نعم. دخلت وياكم. مختبرات كلية الهندسة، المكتب الاستشاري بجامعة بغداد. دائما كتبنا مستمرة لهم وإرسالنا للمواد من خلال فحصها وتكون ناجحة بمجال الفحص اللي ينطونا إياه ذلك الوقت. احنا المواد اللي داخلة من خارج العراق بيها رفضت؟ أكيد، يعني من خلال الفحوصات احنا طبعا أي مادة نختارها بعض المواد كانت ترفض، فلا يتم استعمالها إلا التركيز يكون على المواد اللي تنجح بالفحص. طيب عندما يكون دخول هاي المواد ما يكون يعني هناك يعني صعوبة في إدخالها؟ أكيد. وقف عملكم؟ والله إحنا المنافذ الحدودية حقيقة كنا نعاني منها، فتدري المستثمر كان يركز على تطبيق قانون الاستثمار، وقانون الاستثمار هو قانون ناجح وقانون جيد، لكن التطبيق ماله كان صعب. يعني فقط هي هيئة استثمار بغداد فاهمة القانون، احنا كنا نلاقي صعوبة بالمنافذ الحدودية، يعني بالإعفاء الجمركي. خلينا نتوقف يعني أستاذ عباس بصعوبة المنافذ الحدودية، ومن ثم ننتقل إلى قانون الاستثمار. نعم. لنشاهد سوية التقرير الذي أعده كادر برنامج كلام واضح. أحبتي المتابعين، نذهب إلى فاصل لنشاهد هذا التقرير. صراحة هسه الحل الوحيد للقضاء على أزمة السكن هسه الحالية ببغداد هو البناء العمودي، لأن يعني البناء العمودي صراحة هسه يعني حاليا نشوف مثلا مساحات كلش قليلة توصل حتى 50 متر 40 متر، أسعارها جدا هائلة، وحتى من ناحية إنه البنى التحتية تتدمر، من ناحية إنه إذا المنطقة مخصصة لها مثلا 1000 وحدة سكنية من تكون 2000 تكون مشكلة من ناحية المجار والكهرباء وكل هاي التفاصيل، فأكيد البناء العمودي حل مثالي لهذا الشيء. احنا طبعا هسه نقطع بهذا اول شغله القالب، يجتنا هيكل كامل شلون ما صورته حضرتكم. احنا وراها الفينشينج يجي هو النظام العازل، عزل يجي جدا جدا قوي. احنا مثلا نستخدم بالكزجاج، نستخدم دبل جلاس مفرغ من الهواء، تمام. اضافه انه الجدران اللي تجي بيها المواد اللي نستخدمها بالتقطيع تكون كلش عازله، يعني مثلا يجي بلوك هذا التركي المجوف يجي كلش قوي بالعزل، تمام، كلش قوي بالعزل. يجي وراء انه لبق، وراء اللبق فلين، وراء الفلين تجي ماده عازل، الاسمنت وراها، يلا تجي هاي المراحل.
الانجاز هسه حاليا عندنا مرحله اولى ان شاء الله راح تسلم عن قريب جدا، تمام، والمرحله الثانيه ان شاء الله بعد يعني ماكسيمم سنه واربعه اشهر، والثالثه وراها بثلاث اشهر ورا الثانيه. هسه الدخول مال طابق مال عماره، تمام، طبعا هذا الجام اللي بنستخدمه كل الجام ده بقلاس هذا النوع عمل العزل مكتب من النفايات منظومه المي بصفها، تمام، منظومه الحريق بورد كهرباء سلات انترنت، وهنا المسحه دي هنا في الدوار ابو العشر اشخاص، طبعا ابو الالف كيلو. الطابق موزع كالتالي، اربع شقق يجيب كل طابق 129 مقابل 129 و 169 صفر 169، يعني الطابق كله يجي اربع شقق. تمام، تفضل. هسه هاي 129 متر الزاويه، هسه هاي الدخول مال الشقه، تمام، الباب اللي نستخدمه كل البيبان خاص صاله انترنت سلاك كل مؤسس كامل مركز يجي. مطبخ وبالكون، تمام، راح يجي الكاونتر هدية من عندنا، نظام تهوية مركزي اهم فقرة اللي احنا مستخدمينها، نظام تهوية مركزي بالنسبة للطابق والحمامات. بالكون مطلع على السنتر. رجعنا وياكم احبتي المتابعين بعد ما شاهدنا التقرير الخاص بمجمع يمامة الخير السكني. نرجع وياك استاذ عباس، توقفنا عند الصعوبات في المداخل والمنافذ الحدوديه. اكيد صح، نعم. هذه الشغله حقيقه يعني شغله يعني صعبه، ويمكن تجربه جديده على الاستثمار بالعراق. فالمنافذ الحدودية كانت شوية صعوبات، تتأخر الشاحنات بالمواقع يعني أسبوعين وثلاثة وأربعة، تدري هذه إحنا برنامج عمل عندنا بجدول تقدم عمل، يعني شغل المهندسين محسوب عليكم، محسوب علينا، فكان هذا التأخير كلش نعاني من عنده. أكو مخاطبات ويا المنافذ، هيئة المنافذ الحدودية بالضبط، إحنا من خلال هيئة استثمار بغداد المخاطبات تصير للهيئة الوطنية للاستثمار، وبالتالي راح يكون مخاطبات مع الجمارك. يعني هاي هم الحقيقة هي ما تتأخر بالهيئة ولا بالدائرة استثمار بغداد، تتأخر بالمنافذ الحدودية، معتمدين وشغلات يعني شكلت عائق امام مده الانجاز. اكيد شكلت عائق، واحنا هاي الاشياء كلها حددناها فترات زمنيه ورفعناها وحصلنا عليها بعض او الوقت يعني لتمديد بالنسبه للبرنامج الزمني اللي كنا نشتغل عليه. بس هي في نفس الوقت تاخير عمل، يعني هاي كلها تصب في عدم يعني صالح المواطن او الزبان اللي يكون داخل المجمع. بالضبط بالضبط، احنا كنا نعطيهم اوقات اخرتنا فد شهرين ثلاثه بالنسبه للوعود اللي كنا نعطيها للمواطنين حسب جدول تقدم العمل. المواطن ما يتفهم هاي الوعود. والله حاولنا وقسم تفهمه الحقيقه، لانه كنا حتى اي شيء يصير نجي نقعدهم بندوه بالقاعه ونشرح لهم كل الاشياء فيتفهمون الناس. جي. يعني ف قسم لا يقول لك انا مأجر ودا انتظر هاي الشقه تطلع ايش وقت حتى اقعد بيها، الحقيقه بس هاي كانت حالات بسيطه وتجاوزناها. يعني قانون الاستثمار، نعم، ما هو الشيء اللي قدمه للشركات المستثمره في داخل العراق؟ قانون الاستثمار هو فقراته كلش مهمه وجيده الحقيقه، قلت لك هي واحده من عندهم موضوع الاعفاء الجمركي، اثنين موضوع المخاطبات، هواي امور تصير عندنا مثلا مع امانه العاصمه، مع عقارات الدوله، مع الاثار، مع النفط، هذه الامور من خلال الهيئه
ومن خلال تطبيق قانون الاستثمار ذللت لنا هواي من الصعوبات، لانه هي الهيئه اللي فاهمه. يعني هيئه الاستثمار بغداد كان لها دور كبير، كلش لها دور كبير، لان هي الدائره اللي فاهمه القانون واللي طبقته بشكل عملي. الدوائر الاخرى ماشيه على قوانين قديمه وروتين قديم، وكانت تتقاطع مع قانون الاستثمار بصراحه، بس القانون الجديد هو اللي ذلل لهم هواي من الامور. اكو فد موضوع سال عباس تناولناه قبل جلسه التصوير، هل اعددتم يعني شبكه الصرف الصحي انه تحتوي هذا المجمع السكني بشكل تام، بشكل يعني كامل؟ نعم، الحقيقه شركه العفو يعني خطوط الصرف الصحي اللي كانت أكملناها من البناية إلى الخطوط اللي تمشي بالموقع، واعتبرت هي واحد من مشاريع البنى التحتية المهمة، أكملت وبالشوارع وإلى أن وصلت إلى نقاط الربط. يعني صار أكو بعض الإشكالات مع بالربط، لكن الحقيقة إحنا ماشيين بموضوع الربط، وإن شاء الله ينتهي بفترات. تدري يعني مجمع جديد وبطاقة استيعابية بالنسبة للمانهولات. طيب بالرقم أستاذ عباس، العدد العمارات أو الشقق المنجزة، نعم، يعني اللي جاهزة للتسليم بالرقم كم العدد؟ 288 شقة سكنية جاهزة حاليا، ستسلم خلال الشهر القادم. يعني هاي من 2015 رغم الصعوبات؟ رغم الصعوبات احنا حقيقة كنا ناطين موعدها احنا بخلال يعني منتصف سنة 2018 لازم نسلم، لكن راح تستمر فت شهرين ثلاثة إن شاء الله تكمل وتبدأ التوزيع للمواطنين. الاستثمار حديث الولادة على العراق، كيف يعني سيطرتم على مخاوف بعض المواطنين أنه محتمل تكون هاي شركات وهمية أو مستثمرين لم يفوا بالعهد والوعد معاهم؟ شنو الجدول اللي عملت لهم اياه؟ الحقيقه هو من فتح التسجيل المواطنين دعيناهم ان يجون للموقع وما يسجل الى ما يجي يشوف الشقه ويشوف البناء الموجود، وحتى ساهموا بعض الملاحظات استفادينا منهم بالفينشينج، يعني بالكاشي ونوعيه الصبغ والاثاث مال الوحدات السكنيه، فكانوا كلش يعني هم ايضا استفادوا. وطبعا عده تصميم، عندنا تصميم موجود متكامل، وفكنا نستفاد من آرائهم أيضا، فصار كلش فد شيء يعني بالنسبة لهم كلش أمينين. وأنه طيب ارتباط المجمع إمامة الخير بهيئة استثمار بغداد ولا المجلس الاقتصادي العراقي؟ المجمع إمامة الخير مرتبط بهيئة استثمار بغداد. أها نعم. المميزات الأخرى اللي تضمن الحقيقة ما يميز المشروع هو او فد شيء يعني جديد، مو جديد وانما شيء حديث بالنسبه للنقطه الاولى، غاز مركزي للمطابخ. طبعا احنا من نقول غاز مركزي، تدري غاز مركزي مو كل المجمعات السكنيه كانت تحويها بالعراق. الان عندنا شركه تعبئه الغاز من خلالها ومن خلال الفحوصات اللي تجري على الانابيب وخزانات الغاز المستورده وشهادات الشهادات اللي تجينا بالنسبه لهذه المواد كلها فحوصات. طبعا الخزانات الغاز كانت تخضع الى ثلاث انواع من الفحوصات، فحوصات نظريه، فحوصات الاشعاعيه، وفحوصات الهيدروليك. يعني وكذلك بالنسبة للأنابيب الغاز اللي توصل إلى البناية تخضع إلى فحوصات اللحام وفحوصات القوة بالنسبة للأنابيب إلى آخره. ما يميز المشروع من الناحية الأخرى هو تصريف آلي للنفايات، يعني النفايات ما توضع بأماكن مخصصة، غير مخصصة، إلها مكانات مخصصة بالنسبة للبناية، وتأخذ إلى محطات تحويلية وبالتالي إلى المواقع النهائية. الميزة الأخرى هو العزل الحراري والصوتي لسقوف وجدران البناية، أيضا هذه ميزة كلش مهمة، وكانت المواد اللي تجينا مواد مفحوصة، مواد جيدة. الميزة الأخرى هو تأثيث الطباخات، تأثيث المطابخ بالنسبة للبناء للوحدات السكنية. هذا كله يتضمن عليك؟ هذا كله من خلال المستثمر. نعم. تجهيز الوحدات السكنية بالمكيفات الهواء المركزي،
لا هذه كانت وحدات وحدات مال يونت يعني موجوده بال قطع خارجيه بس هذه ايضا بادر هي الشقق السكنيه ما كانت تعطى يعني بهذه بهكذا مواد يعني فهذه كلها جذب للمستثمر او الناس استقطاب استقطاب للناس اللي يستخدمون الشقه. طيب استاذ عباس واجهتم ضغوط او تدخلات سياسيه يعني لكي تعرقل عجله الاستثمار بالعراق؟ لا الحقيقه ماكو ذيك التدخلات، حقيقه كانت الناس ايضا تدري تجربه جديده وتجربه جيده وواقع ملموس يعني بالنسبه للبنايه وكلها خدمه للمواطنين. ما كانوا متجاوزين وصارت اكو تصادم بينكم وبينهم؟ لا ماكو تجاوز ان شاء الله ما كلها انحلت يعني. شغلات بسيطة بالنسبة للسياج اللي يقيم يعني كانوا اكو متجاوزين الناس يعني حاولنا يعني طيب نرضيهم. متى سيتم تسليم كافة الوحدات السكنية المتبقية؟ يعني احنا هسه بالشهر الثامن ان شاء الله خلال الشهر العاشر وال11 يبدأ التوزيع بالنسبة للمواطنين بالنسبة للمرحلة الأولى. طيب شكرا لك استاذ عباس على اتاحه هذه الفرصه لنتعرف على ما يتضمن مجمع يمامه الخير السكني وشكر لك ولهيئه استثمار بغداد على راسها المهندس الاستاذ شاكر الزاملي. احبتي المتابعين لا يسعنا الا ان نشكركم ونشكر حسن متابعتكم والاصغاء. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج كلام واضح وضيف جديد. شكرا لكم.